استقبل مطار العريش الدولي طائرة مساعدات جديدة لصالح قطاع غزة قادمة من دولة الإمارات، تحمل 30.4 طن من المواد الغذائية والطبية و12 برميل وقود. وقال مسؤول بمطار العريش إن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار أو إلى المطار منذ 12 أكتوبر الماضي بلغت 550 طائرة تحمل مساعدات من عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية.